مرحب بكل مشاهدينا في كل مكان لمدة ساعة ونص على الهواء مباشرة وساعة مع شريف فقط على قناة المحور قناة العائلة العربية. النهاردة الجمعة يوم اللي بتتجمع فيه كل العائلات المصرية والعربية في كل مكان في الدنيا، ورب دايما متجمعين في سلام أمين يا رب العالمين. الجمعة يعني الفاشن داي، يوم الموضة، وزي ما عودناكم في الأونة الأخيرة الفقرة الأولانية دايما بنعلمكم حاجات فنية مختلفة ممكن تعملوها بإيديكم عشان كل واحد فينا كده يكتشف الموهبة اللي جواه، وممكن يعمل حاجات ممكن تكون بسيطة جدا لكن بتشبع زي ما بنقوله، بتطلع المواهب اللي عند الواحد وممكن من خلالها يعمل مشروع صغير أو بزنس صغير. الفقرة الثانية هيكون معانا فيها فاشن شو أو عرض أزياء إن شاء الله ينول إعجابكم، بعد كده نخش على المطبخ ونعمل أكلات مختلفة جدا. خليني أفكركم برنامجنا على الهواء مباشرة، ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على كل أرقامنا التليفونية اللي ظهرت وبتظهر على الشاشة أو من خلال الرسائل القصيرة للإس إم إس، وكمان جروباتنا على الفيسبوك ساعة مع شريف. أول فقرة هنشوف فيها حاجات مختلفة جدا وحلوة جدا فنية قوي، ممكن الواحد يقعد كده بعض الحاجات القديمة حتى اللي عنده في البيت يعيد تجديدها ببعض الرسومات اللي فيها ذوق حلو. وأنا دايما بقول بالذات للآباء والأمهات، دايما حاولوا تشجعوا أولادكم إن هم أطفال لغاية مرحلة المراهقة حتى لما يكبروا إنهم دايما يستكشفوا إيه اللي جواهم وإيه اللي ممكن يعملوه. النهارده زي ما قلت لكم هنشوف حاجات فنية مبتكرة ومختلفة جدا. وبيسعدني ويشرفني النهارده تكون اول فقره معايا فيها ضيفتي الفنانه التشكيليه دينا فاضل. دينا ازيك؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام؟ ايه الحاجات الفظيعه دي؟ حاجات كلها احلى من بعض. واكتر حاجه عجباني في حاجتك قوي واشكرك عليها ان انت استوحيتي اغلبيه الديزاينز او الحاجات بتاعتك مننا من مصر ومن الشرق. صح، من بس جوه كده. بس قبل ما تحكي لي على الحاجات دي احكي لي انت بدات ازاي، وانا عارف ان انت خريجه اي يو سي جامعه امريكيه. بالظبط. دراستك كان ليها علاقه بالكلام ده؟ ولا يعني انا كنت الاول كنت بدرس فن وديزاين واعلام في انجلترا. كنت هناك الاول بعد جيت على الجامعه الامريكيه كنت عايزه ادرس فن بس صراحه اول ما الفن فتح في الجامعه الامريكيه كان مش عميق قوي. فقلت لا هعمل تسويق، وفي تسويق كان فيه هو مور لايك اعلام، كان فيه مثلا علاقات عامه، تسويق، شويه ديزاين، وعملت برضو فن، فعملت الاثنين بحيث ان انا انمي نفسي في ده وانمي نفسي في ده. بس وانا حتى في الجامعه كنت مثلا ممكن اعمل معارض على جنب، ممكن اشتغل فريلانس ديزاين في مجله، كنت بحب قوي اكتشف يعني ايه الموجود ودايما انا في المجلات. ممكن كنت تشتغلي في ايه في المجلات؟ بتعملي ايه؟ بعمل اللي بعمل الديزاين نفسه، مثلا الغلاف، او ممكن برضو اغلفة كتب كنت بعملها. كنت على طول بحب ادور على حاجات جديده اعملها. بصي يا دينا هتكلم معاكي في موضوع ملوش علاقه بالفن، بس أوكي. عشان انت قلتي حاجه كده جابت لي فكره في مخي فعايزه اتكلم معاكي فيها، هي ليها علاقه بينا وبالشباب. اوكي. انت قلتي لي انت درستي بره ودرستي هنا في الجامعه الامريكيه. وكتير قوي في الحقيقه لما بقعد مع شباب من الجامعه الامريكيه بالذات، مش انا مش خريج جامعه امريكيه، انا خريج جامعه مصريه، بلاقي عندهم ثقه بالنفس وطموح وبيعرفوا يوصلوا رسالتهم مهما كان قدامهم حيطان سد كتير. معرفش الاحساس ده صادق ام غير صادق. هو لا انت صح يعني صادق، بس يعني مش هقول لك طبعا 100%. ليه بتعرفوا انتوا بتوع الجامعه الامريكيه تسوقوا نفسكم صح؟ اللي بيستخدم المعلومات صح، يعني عشان كده بقول لك مش كل اللي من جامعه امريكيه كده، بس الجامعه بتدي الواحد حاجات زي مثلا الانشطه. يعني انا دي كانت من اكتر حاجات اللي فعلا نمتني، انشطه في كل المجالات، يعني ديزاين، ايفنت، اي حاجه. فده الواحد يعني كأنك بتشتغل طول سنين الجامعة. غير كده برضو المحاضرات نفسها مش كلها اللي هو مذاكرة وحفظ ولازم احكي لنا. معلش يعني احنا دخلنا في شق تاني خالص، انا اسف، بس عشان احنا في شباب كتير قوي بيتابعوا البرنامج عندنا، وانا مش ضد الجامعات المصرية، انا واحد من خريج جامعة مصرية وكل اهلي من جامعات مصرية. بس اللي انا شايفه في الاونة الاخيرة سواء الجامعه الامريكيه او بعض الجامعات الاخرى اللي فتحت مؤخرا بالذات في مصر ليها علاقه ببلاد وحضارات مختلفه، الناس بيتخرجوا منها عارفين هم عايزين ايه. عايز اعرف هم بيدرسوا لكم ازاي. ما هو الموضوع بيبقى فري شويه طبعا، مش كل كلاسز، بس مثلا يدوك بروجكت وانت اللي لازم تفكر في مشروع. بالظبط، مشروع، وتفكر فكره من الاول وتشوف هتسمي حتى المشروع ايه، و
هتسوق له ازاي وتقوم وتعمل برزنتيشن وتحضر الاوراق وتعمل على مثلا الباوربوينت وتتكلم قدام برضو ناس كتير. فده انت كده كأنك تعمل مشروع صغير طول ما انت في الجامعة. فلما بتتخرج من الجامعة تبقى خلاص عندك الشجاعة دي. وزي ما قلت الأنشطة برضو أنشطة انت بتتعامل مع ناس بره الجامعة تماما وبتجيب ناس من مجالات مختلفة وبتتكلم مع ناس كتير. فده بيعمل زي شجاعة. وبرضو المحاضرات كلها مختلفة فانت بتاخد فكرة واسعة جدا. قبل معلش برضو سؤال اخر هسأله لك. ليه دايما شباب الجامعات الخاصة والجامعات والجامعة الامريكية والالمانية والكلام ده ليه ناس بتتهمهم شوية يقولك ده شباب مرفه واهاليهم ناس اغنية ويدفعوا في السمستر 50,000 جنيه وكذا وكذا وكذا. ده بجد ده اللي بيحصل. لكن اللي بنلاقيه بعد كده انهم بيعملوا اولا اعمال خيرية غير عادية بيشاركوا فيها حقيقة وبيكونوا ما بيقدموا في اي شركات في بنوك او حاجه زي كده. دايما الشركات والبنوك بتفضلهم لدراستهم ولثقتهم بنفسهم. وارجع مره تانية عند كلمه الثقه بالنفس. برضو انت شرحتي لي بيدرسوا لكم ازاي بيدوكوا ثقه بالنفس. انك تبقي داخله يا ارضي تهدي ما عليكي ادي. مش عشان بس انت خريجه الجامعة دي بس انت عارفة ان انت عندك مؤهلات ان انت هتعرفي تشتغلي في المكان ده. هي بتتعمل بطريقة كأنها من جوه كده. مفيش طبعا دروس ازاي الواحد يبقى عنده ثقة بنفسه كده. بس زي ما بقولك هي مجموعة حاجات. يمكن الحرية ان انت تقول رأيك. ممكن الحرية ان انت تختار المواد وان هم مختلفين قوي. بتحصل عارف هي حاجة متكاملة كده. بس انا عايز اقول ان برضو حتى الناس في الجامعة المصرية ممكن يدخلوا الأنشطة اللي في الجامعات الأمريكية أو الألمانية أو كده. فمش شرط إنه الواحد يبقى حاطط مخه لا هم الشباب بتوع الـ AUC هم اللي هياخدوا الشغلانات والناس كلها عارفة إن هم عندهم ثقة بنفسهم. إنه ده هي دي حاجة أوكي بصراحة الجامعة الأمريكية بتنمي ده في الواحد أوتوماتيكلي. بس أي حد ممكن يشترك في الأنشطة دي أو يندمج في الفكر ده وبرضه يكون كده. هسألك سؤال غلس قوي. أوكي. كتير من الجامعات المصرية للأسف ومش عايز حد يزعل من أنا بقوله بالذات في حاجات طب وهندسة وكده دايما تلاقي ولاد الدكاترة هم اللي يشتغلوا معيدين في الجامعة. ده موجود في الجامعات الخاصة والجامعة الأمريكية في حاجة كده؟ لا مش قوي خالص. يعني أنت لو عايز تكون أسيستنت لمدرس هم لازم المدرس هو اللي لازم يختارك عشان انت متفوق. بس مفيش حاجه اسمها الدكتور ابنه يبقى هو اللي يتعين معيد والدكتوره زي ما بيحصل في اغلبيه كليات الطب عندنا والصيدله وكده. الاطباء معروف ان اولادهم هم هيشتغلوا معيدين بعديهم. ده مش موجود في الجامعات الخاصه. لا مش موجود. وده قولي تعالي نتكلم على حاجاتك عشان ما اروحش في داهيه. خلينا في الفاشن. احكي لي بقى بدات ازاي. اوكي يعني هي قصه طويله ومش طويله في نفس الوقت. انا طول عمري بحب الفن وبحب الافكار. يعني حتى لو ملهاش دعوه بالفن ممكن حتى يبقى ليه دعوه بالفاشن. اي فكره بتخليني حاسه ان انا يعني عندي طاقه كده فبحب كده. خرجت من الجامعه في 2005 واشتغلت في شركه دعايه واعلان لمده تقريبا 5 سنين. ادتني طبعا ادتني كتير. يعني ازاي افكر ازاي اتعامل مع الناس ازاي اعمل ميتينجز حاجات كتير. بس مثلا من بدايه ثالث سنه حسيت ان انا بدات يعني ابقى مكبوته شويه عشان انا شغلي كان قدام كمبيوتر. معظمه كان بيبقى فيه ميتينج كده بس معظمه كان بيبقى قدام كمبيوتر. كنت بعمل برضو ديزاين بس حسيت ان انا محبوسه. وكان عندي افكار كتير وبرضو الفن التشكيلي انا بالنسبه لي انا فنانه لازم ارسم. كان بقالي 2.5 سنين بطلت ارسم عشان الفنان لو قعد ما استخدمش فنه بيصدي. انا صديت صراحه. يعني لا مش باين انك صديتي. ما هو الحاجات اهي صدت منه. ده بعد عذاب. بس يعني كنت بروح شغل كده خلاص يعني حتى بالظبط. بعدين قلت لا انا لازم اشوف حل الموضوع ده. بس ما كنتش متاكده ايه. المهم سبت الشغل وعملت معرض فن تشكيلي اللي هو الفن اللي كنت بكلمك عنه. وبعدين قلت طيب انا كده كده كنت بجهز بيتي فكان في حاجات كتير قوي بصراحه في مصر مش لاقياها. فانا قلت طب ما اعملها انا وخلاص. بس جات لي الفكره. ابتديت بقواعد الشاي فكره مختلفه. قواعد الشاي هي دي كانت اول فكره اعملها. اول فكره اعملها وجت فكره بسيطه قوي ان انا كنت
ببص في بيوت الناس بلاقيهم مرصوصين فوق بعض وما لهمش قيمه ومش مش مش معمولين مش يعني مش مزودين حاجه في الترابيزه. بصي احنا هنتكلم عليهم بس قبل ما نتكلم على قواعد الشاي والكوسترز والحاجات انا هنتكلم على اللوحه لوحه اوكي اللي هناك وبالتفاصيل انها اللوحه مختلفه جدا.